نخر لإستادة لا للاستفتاء في الوقت الحالي، جملة كتبت على لافتات مع أعلام الأقليم حملها المئات من مؤيدي حراك لا للاستفتاء بملعب السليمانية مساء أمس. رئيس الحراك دعا الشباب والشابات الكرد إلى الجنوح لما أسماه بالكفاح المدني لنيل الحرية، متوعدا سلطات الإقليم باتخاذ طريق الثورة الحقيقية بعد إجراء الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري، في الوقت الذي عبر جانب من الحضور عن تعاطفهم مع دعواته. الاستفتاء الآن عند تابع استفزازي يستفز بها بغداد، والبغداد وضعه مو طبيعي الآن. أعتقد هذا الرفراندوم لخلق أزمة جديدة حتى يستمر مسعود برزاني وحزبه في السلطة. العرب والأكراد مئات السنين موضحين سوية، عايشين سوية، لازم هسه وقت أن عايش سلمية، تعايش سوا. دعوات الحراك بلا للاستفتاء قبلت بهجوم من مواطنين في السليمانية، أحدهم طرح سؤالا ولماذا لا، وآخر ربط ما يجري من اختلاف بالطبيعة البشرية وحالة الحرية عند الأفراد. أقول للأحزاب التي لا تقبل بالاستفتاء، قولوا نعم نريد الاستفتاء، لأنه سيحدد مصير شعبنا الذي كافح وناضل من أجل الاستقلال. أكو بي مويا، أكو بي ويا، والله ليش؟ هاي بشر، حال البشر، كل حال البشر. هذا الجدل بشأن الاستفتاء في السليمانية وجد فيه مراقبون باباً لفتح نزاع قد يمتد إلى مناطق أخرى مثل كركوك بين مكوناتها المختلفة، داعين إلى تدخل دولي لإخماد نار لا يمكن التنبؤ بمدياتها. لا بد من التريث في حل القضية في كركوك أو غيرها من المناطق مع بغداد، لأن لو حدث إجبار في إلحاق كركوك بإقليم كردستان فستكون هنالك حربا حتى لو كانت جزئية، وبالتالي من الضروري جدا حل قضية كركوك سلما بحضور دولي مع بغداد قبل الانفصال أو الاستقلال الكامل. وكانت أربيل قد شهدت مساء الجمعة أكبر تجمع مؤيد للاستفتاء، حيث حمل الحضور الأعلام الكردية ولافتات تدعو للمشاركة الواسعة في الاستفتاء في صورة مغايرة لما يجري في السليمانية.